اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا المختصر المفيد. النهارده هنتكلم على 10 حاجات ممنوعه تماما عن مرضى ارتجاع المريء وحموضه المعده. مشكله ارتجاع المريء وحموضه المعده من اكبر المشاكل الصحيه المنتشره بين الناس، ومفيش بيت غير وفي واحد على الاقل بيشتكي من المشكله دي. علشان كده انا كنت عملت فيديو طويل خالص موجود عندي على القناه فيه شرح تفصيلي لموضوع ارتجاع المريء وحموضه المعده، الاسباب والحلول وكل ما يخص الموضوع ده من الالف الى الياء. الفيديو طبعا من الفيديوهات الطويله بتاعتي، ولكن في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده فيديو مختصر جدا، هتكلم بس على الحاجات الممنوعه عن مرضى ارتجاع المريء. الفيديو ده رقم 171 عندي على القناه، وهو واحد من اكتر الفيديوهات مشاهده عندي على القناه. الحمد لله وصل تقريبا ل 600 الف مشاهده. اول لما تفتحوا القناه عندي هتلاقوا الفيديو ده متصدر في اول الفيديوهات. مهم جدا لازم ترجعوا له علشان تفهموا كل حاجه بشكل تفصيلي جدا. 10 حاجات ممنوعة تماما عن مرضى ارتجاع المريء وحموضة المعدة. رقم 1، لازم تبعد تماما عن الأكل الدسم والحراق والمقليات والمسبك. رقم 2، التوابل الحارة، الفلفل الحراق، النعناع، الصلصات المحفوظة. رقم 3، الحاجات الحمضيات كلها زي الطماطم، الليمون والبرتقال وبقية عائلة الحمضيات كلها. رقم 4، المشروبات الغازية، القهوة، الكافيين، الشوكولاتة. رقم 5، لازم تمتنع تماما عن التدخين والكحول. 6، لازم تتوقف تماما عن اكل الجلوتين اللي هو موجود في كل مشتقات القمح والدقيق. رقم 7، اللبن ومشتقات الالبان، والموضوع ده مرن شويه، في ناس بتتعب فعلا من اللبن ومشتقاته وفي ناس لا، فجرب جسمك. لو اللبن بيزود عندك الحموضه وقفه تماما وجرب انك توقفه وشوف النتيجه بتاعته. النقطه رقم 8، البصل والمواد الحافظه، يعني ما تاكلش اي اكل محفوظ او اي اكل مغلف من السوبر ماركت، اللحوم المصنعه، الكاتشب، المايونيز، الصوصات، كل الكلام ده ممنوع تماما. رقم 9، الحلويات كلها. رقم 10، الاكل المقلي. يبقى دي اشهر الحاجات الممنوعه تماما عن مرضى ارتجاع المريء وحموضه المعده. بلاش تضيع وقتك بس في موضوع العلاجات وموضوع الادويه. لو انت ماشي بس على علاجات وادويه بدون ما تطبق العشر نقاط اللي انا بقولهم دول، يبقى انت كده بتضيع وقتك وتفضل ماشي على الادويه سنين طويله جدا بدون ما تشوف اي نتيجه. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، شيروا الفيديو علشان الناس اكتر تستفيد وتتعلم معانا، وارجعوا للفيديو رقم 171 علشان تعرفوا موضوع ارتجاع المريء بشكل تفصيلي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.